في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط الأمن في الشارع المصري، تمكنت مديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من أحد شركات الأدوية، كما تم ضبط المبلغ المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة. بلاغ تلقاه قسم شرطة قصر النيل من مسؤول إحدى شركات تجارة الأدوية بسرقة مبلغ مالي من الشركة عقب الاعتداء على المحاسب مسؤول الخزينة، والذي أصيب برأسه نتيجة لضربة تلقاها من السارق. مديرية أمن القاهرة شكلت فريق بحث نجح في كشف ملابسات الواقعة، حيث كانت المفاجأة تبين أن في تضارب حاد في أقوال المجني عليه، وأن هو مفيش ثبات على أي كلمة. تم إعادة الفحص مرة أخرى وتبين كذب ادعاءات المجني عليه، وتبين أنه هو اتفق مع زميل لي على الاستيلاء على المبلغ المبلغ بسرقته، وأمكن الحمد لله أن احنا نضبط المبلغ بالكامل، ونضبط أيضا الزميل المتهم اللي هو شارك معاه في عملية في الاتفاق الجنائي وعملية السرقة.